طيب في عندنا تجميل تاني اللي هو الفرق بين التكميم والايه والبالون. التكميم يا اما يربط المعدة بتكنيك معين، يا اما يقص المريء ويوصله على الاثنى عشر، دي كلها شغل جراحة مش شغل الدكتور جودة ولا حاجة، يا اما يحط بالونة في قلب المعدة والبالونة دي تتنفخ، فلما تتنفخ البالونة ضيقت المعدة، يبقى المريض هيودي الاكل فين. طيب ايه بعد كده، ماذا يحدث بعد التكميم؟ بعد التكميم في عندنا مشاكل كتير جدا. ليه بقى؟ لانه الانسان اولا هتتصد نفسه عن الاكل، ثانيا هيرجع باستمرار، ثالثا ممكن يصيبه ارق، لان ساعات لما الانسان ما بيبقاش عنده متعة في الدنيا غير الاكل وانت منعته من الاكل كانك موته، فبيعيش بقى الام نفسيه وجراحات وبس لغايه لما يوصل للحجم الطبيعي. في تكميم عباره عن ربط وبعد كده شويه بعد 5-6 أشهر افكها تاني، وفي جراحه دائمه، يعني ايه انا قطعت ووصلت. فشوف انت بقى ايه اللي يصلحك واختار مع طبيب الجراح بتاعك انت هتعمل ايه. في بقى نظام غذائي للمحافظه على الجمال الداخلي. الجمال الداخلي يعتمد على السلطه الخضراء، واي انسان بياكل سلطه خضراء خس وجرجير وجزر وزي ما انت شايف كده شويه حبوب جميله وشويه فواكه جميله ها وشويه قتق، كل ده كلام جميل. طبق السلطه قبل اي اكل، ويمكن انت سمعتني قبل كده بقول لك اوعى تاكل من غير سلطه خضراء، هيضمر لك جمال الجلد وجمال الشعر وكده. طب انا مش هاكل سلطه خضراء، جلدك هيبقع، بقع بيضه، واطفال كتير ما بتاكلش سلطه جلدها بيبقع ويروح لدكتور يقول له ده بهاء وهي ناقص فيتامينات، والشعر هيتساقط، والنظر هيضعف، والجسم هيشقق من الشفايف للرجلين من تحت، كل ده بسبب نقص الفيتامينات ونقص السلطه الخضراء. طيب في بقى نظافه الكرش. اي حد عاقل بيحب ربنا اول ما بطنه تكبر شويه خطر دينجر. كان في احد السفراء كان عازم يعني اتنين من حبايبه، ف على المائدة مدي لكل واحد حتة لحمة كده جميلة بس وشوية سلطة وشوية خضار. فالراجل اللي قاعد مصري والمصري متعود على الكرم، فلقى الحتة اللحمة جميلة ديليشس بليز انذر وان، فيها حاجة دي؟ طبعا لو احنا تعدمني لا تاكل دي، وبعد دي تديله فرخ، وبعد الفرخ حمام، وتفضل تديله تديله لغاية لما يموت. لا، مرات السفيرة دينجر دينجر، خطر خطر، حتة لحمة قد كده تعمل لك مسامير في رجلك وإيديك وتنميل، تاخد حتتين تعمل لك عينيك ورجليك ويبقى في شوكة في القدم. في ناس بتقعد تاكل لغاية لما مسامير تيجي في رجليك. اه والله العظيم دينجر، حتتين لحمة ليه؟ الناس الفقراء بقى عندنا نحط فتة وعليها لحمة، ينقوا اللحمة ويرمي الفتة، نعمل في رمضان وجبات ها ورز وخضار وبتاعي، ياخدوا الوجبه، ياخد حته اللحمه او الفرخه ويرمي الوجبه، افترى. فنظافه الكرش مهمه، بربط حزام عريض على بطني. نظافه رائحه العرق، رائحه العرق دي يعني اذا لقيت انسان ريحه عرق وحشه، هو طبعا بتبقى كذا حاجه وحشه. اول حاجه ان هو ما بيستحماش كويس، ما بيغسلش جسمه كويس، وفي ناس كتير وشباب كتير ما بيستحماش خالص. يعني مره واحده جت للعياده فبقول لها انت عامله ايه في الاخراج؟ قالت لي والله يا ابني انا ما بتفسح غير كل 15 يوم. قلت لها كل 15 يوم بتفسحي مره؟ قلت لها يا بختك، ده انا بقالي سنين كتير ما اتفسحتش. انا كان هي كان قصدها ايه بالفسحه ايه؟ انها بتخش الحمام تعمل براز، بس هما بيسموا البراز ايه؟ فسحه. وانا بفتكر فسحه يعني تتفسح تروح مصيف. قلت لها هو من سمعك والله ولا انا بتفسح ولا اهو بروح على المستشفى وعلى العياده وخلاص. فابنها قال لي بتتفسح يعني تخش الحمام؟ قلت له عم تخش الحمام غير كل 15 يوم؟ قال لي اه. ايه الجمال ده يا جدعان؟ ده كده الدنيا تضرب، شعرها يقع وجلدها يبوظ والكليه تبوظ والكبد يبوظ، ما ينفعش كده ولا ايه؟ شفت اللي بتتفسح؟ زي واحد جه بيكشف عندي فبقول له انهج، قال لي عيب يا اخي. قلت له بقول لك انهج، قال لي عيب والله يا اخي. قلت له يا حبيبي اعمل كده. قال لي ده النهجان؟ قلت له ايوه، يعني تتنفس بسرعه. فقال لي لا، انهج عندنا ده بيتقلل حمار، ده الحمار اللي هو نهيق، فبدل ما نقول له انهق نقول له ايه؟ انهج. في ناس بتجيب القاف جيم،
قلت له يا اخي يعني انا بكشف عليك اقول لك انهق يعني تقول يعني تقلد الحمار؟ في حد في دكتور يخلي المريض يقلد حمار؟ انا قصدي تنهج تسرع التنفس. المهم رائحة العرق دي طبعا المفروض ان حد رائحة العرق بالكافية دي المفروض ان هو يحسن الداخل حتى يحسن الخارج. لو انا باخد سلطة خضراء وفواكه طيبة وعصائر وينسون وشمر وكراوية وقرفة وكركديه بالله عليك يبقى ريحة عرق وحشة؟ لكن انا بقى ليا فسيخ ورنجة ومش عارف ايه وتوابل ومش عارف ايه وعمال تكبس تكبس والعرق بيطلع، ما العرق ده زي البول، العرق والبول اخوات، عشان كده لما العرق بيزيد البول بيقل. طيب انت شايف ده العرق بالكيفية دي، ما ريحة الشراب شكلها ايه وريحة الجزمة؟ انا مش عاوز افرازات العرق تقل، مش عايز زي مزيل العرق، بيحط مزيل عرق فبيكتم العرق هيعمل له حبوب وخراريج، لازم يخرج عرق كتير بس يحسن الداخل، يحسن الداخل. انا باخد فواكه وخضروات وحاجات ريحتها حلوة، هتجيب الريحة الوحشة منين؟ انما انت بتاكل ايه عشان يطلع ريحة عرقك وحشة كده؟ واللي ريحة عرق وحشة ريحة براز وحشة وريحة يا راجل، ده في بعض الولاد بينقوا اللحمة والفراخ من مثلا الـ اي حاجة انت حاط فيها لحمة وفراخ، بياكلوا لحمة وفراخ فقط، مفيش سلطة مفيش نشا مفيش اي حاجة. اللي بياكل لحمة بس او بروتين بس او فراخ بس او بيض بس، ده ريحته وحشة جدا، ريحة هضمه وعرقه وبرازه ونفسه. انت اسد؟ ده حتى الاسد لازم ياكل من الدبيحة او اللي اصطادها لازم ياكل شوية خضروات وإلا يضيع. فرائحة العرق أحسن الداخل فيحسن الخارج. نظافة الثياب الداخلية، نظافة الثياب الداخلية يعني للأسف الشديد المفروض إن إحنا في الصيف بنغير يوم أو يوم لا، في الشتاء ممكن نغير كل 3 أيام أو كل أسبوع. في ناس عايشة ما بتغيرش هدومها الداخلية إلا لما بتدوب خالص، يعني يجي حد يكشف عندك إيه يا عم ده ما بتغيرش هدوم الداخليه ليه؟ طب حتى انت ما بتغيرش، احنا رايحين للدكتور يعني لازم نغير، صح؟ انتوا في ناس حتى ما بتغيرش. زمان لما كنا نيجي نغسل ميت فمثلا هو ما بيشيلش شعر الابط والعانه، قبل ما نغسله يروح قاله على طول ايه شايلين له شعر الابط والعانه عشان شكله كويس ما تفضحش يعني. طبعا دلوقتي خلاص يا قبل ربنا كده، ايه المشكله؟ احنا ما بنشيلش شعر الابط والعانه واحنا عايشين، هنعيش واحنا ميتين؟ مش كفايه علينا نشوه الشعر، نشوه اليمين والشمال ونخلي اللي فوق عليان؟ وانتوا عارفين اللي بيشوهوا الناس دول عزب، لا اشد الناس عذابا في النار، ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. طيب نظافه الملابس الداخليه لابد ان تكون بيضاء، هكذا امر النبي وهكذا عاشت البشريه عمرها كله. ما ينفعش البس فانيلا داخليه سودا وزرقاء وخضراء، ما ينفعش، لا بالصلاة على النبي. إذا أردت أن تكون يعني صحيحا طيبا معافا فالملابس الداخلية بيضة رجالة وستات. ليه؟ حتى لو نقرشتها بأي لون يبقى الغالب عليها هو اللون الفاتح. برضو ليه؟ علشان يبان فيها رائحة العرق أو يبان فيها أنها توسخت أو ما توسختش. إنما أنت لابس هدوم داكنة ها هتعرف أنها توسخت ولا إلا إذا كان باين فيها العرق بقى والملح أبيض بقى والدنيا، مش كده ولا إيه؟ وفي شباب كتير ما بيحبش يستحمى فبيجيب هدوم سودا. طيب نظافة السراير والفرش، وأمرنا أن ننظف السراير والفرش، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننفض السراير حتى إذا كانت نظيفة. يعني أنت شايف السرير نظيف بس قبل ما تنام لازم تعمل إيه؟ تنفض حتى ولو نظيف. يعني زي واحد استحمى ومات، نغسله ولا هو نظيف؟ هنغسله، مش كده ولا ايه؟ فنفس الكلام، نفضوا ثيابكم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض الايه؟ ولازم تتغير الملايات والخداديات كل اسبوع مره حتى ولم ينم احد على السرير. ليه؟ لان بيترسب عليه مايتس ودست وجرب وحاجات صغيره انت مش شايفها، فلو جيت تنام عليه وهو كده استلقى وعدك. طيب نظافه البيت وتجميل البيت يفرق معانا ايه في التجمل؟ التجمل ده حاجه جميله جدا، فإذا كان الإنسان نظيفا وروحه جميلة كان بيته جميلا. يعني أنت تلاقي مثلا إنسان
مضعفل كده في سريره، قاعد يذاكر على السرير بالطبليه، قاعد مش عارف ايه، جايبين له الاسريه والتواليت على السرير، حتى لما بنجيب له عربيه تلاقي العربيه مزبله، حتى لما يروح يعمل مكتب. احنا لما حصل الوباء بعتنا لجان صحيه عشان تبص على المدارس وكده، في تقرير طلع ان مكتب سياده المدير زي دوره المياه، زي الحمام بالظبط من كتر الوساخه والميكروبات اللي فيه. عمرك شفت مدير مكتبه معفن؟ لكن على اي حال، الانسان اللي معفن في سريره، معفن في مكتبه، معفن في عربيته، واينما حل ها فهو معفن. وده بقى ما ينفعش للجواز، لانك مهما قلت له اتنظف كذا كذا، يا راجل ده في حال الطلاق والله العظيم، عشان يعني احد الزوجين مش عايز يشيل شعر قوي طول العام، مش عايز يشيل شعر قوي طول العام. لك انا ربنا خلقني كده. خلق كده ازاي يعني؟ والله العظيم طلاق من اجل القذارة. طيب، يبقى عندنا النظافة دي مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال نظفوا بيوتكم وافنيتكم وكونوا في الناس كأنكم شام.